وينضم إلينا من طول الكرم خالد الدارق مراسل الغد. إذن خالد، ضعنا في صورة الوضع لديك وتعزيزات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في هذه اللحظة. نعم، بالفعل حدث كبير وضخم تشهده مدينة طول كرم وتحديدا إلى الشمال من المدينة في منطقة الشعراوية، حيث بلدة دير لقصون تقع على الشطر الشمالي من مدينة طول كرم. تم اكتشاف تسلل وحدات خاصة إلى البلدة وبدأت بحصار منزل على الأقل في أطراف البلدة الشرقية وسط تبادل عنيف لإطلاق النيران بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي. فور اكتشاف هذه القوة الخاصة الإسرائيلية التي فرضت طوقا بمحيط عدة منازل بالمنطقة الشرقية ببلدة دير لقصون، دفع الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأولى بتعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة. تركزت هذه التعزيزات من المحور الشرقي للمدينة من حاجز عناب وواصلت العبور باتجاه بلدة دير لقصون في المنطقة وفرضت طوقا أمنيا. خلال الساعتين الماضيتين قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأقل بخمسة صواريخ محمولة على الأكتاف المنزل المحاصر وسط تبادل لإطلاق النيران بشكل مكثف. حتى هذه اللحظة لم يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إلى المنزل، وقام بالدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية بترافقها جرافة إلى بلدة دير لقصون، وعلى ما يبدو أن يكون ذلك مقدمة لهدم أجزاء من المنزل لمحاولة فتح طريق لدخول واقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المنزل المحاصر. من هم المحاصرون؟ لا أحد يعلم حتى هذه اللحظة، لكن أبرز ملف لجيش الاحتلال الإسرائيلي يتعلق بمدينة طول كرم هو ملاحقة خلية تتبع لكتائب القسام، تحديدا المنخرطة بسلسلة عمليات خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، منها عملية بيت ليد وعملية النبي إلياس إلى الشرق من مدينة طول كرم وإلى الشرق من مدينة قلقيلية. هدفان يواصل الاحتلال ملاحقتهما في عدة عمليات مستمرة وضغط مستمر على عائلاتهما بهدف تسليم أنفسهم، لكن هذه قد تكون عملية ربط متوقعة لكن قد لا تكون جائزة أو صائبة حتى هذه اللحظة، سيما وأن العملية لا زالت مستمرة ميدانيا على وقع تبادل لإطلاق النار. الصور الميدانية التي تريدنا من بلدة دير لقصون تؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات التمشيط في محيط المنازل المحاصرة على الأطراف الشرقية لبلدة دير لقصون، وهذا لربما يعطي مؤشرا يتعلق بطبيعة الحال بأن جيش الاحتلال لربما فشل في الوصول إلى المطاردين داخل المنزل إذا كان واحد أو أكثر من ذلك من المقاومين الفلسطينيين. لكن المقاطع المتداولة لعملية التصدي للوحدات الخاصة الإسرائيلية تظهر كثافة في عمليات إطلاق النار ومن أسلحة ثقيلة رشاشة لم نعهدها من ذي قبل في مناطق شمالي الضفة الغربية. عملية الاقتحام لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة، وكان معلوما طبعا لتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطيران المروحي الهليكوبتر في أجواء مدينة طول كرم شمالي الضفة الغربية. على وقع هذه العملية دفع الاحتلال بقوة عسكرية إسرائيلية من المحور الغربي لمدينة طول كرم، وعبرت هذه القوة قبل قليل من المحور الغربي باتجاه مناطق شمال طول كرم مرورا بضاحية شويكي والجاروشية وصولا إلى بلدة طبعا دير لقصون شمال المدينة، وهذه القوة بالفعل وصلت في هذه اللحظات إلى المنطقة، ونستطيع طبعا القول بأن جيش الاحتلال نصب قناصة في غالبية المنازل المحيطة بالمنطقة المستهدفة في هذه اللحظات، ويواصل عمليات التمشيط ومحاولات طبعا الاقتحام المستمرة للمنزل، وحتى هذه اللحظة يسمع تبادل إطلاق للنيران من داخل المنزل المحاصر. ثمة أنباء لكن لا يمكن التعويل عليها، سيما وأن المصادر الطبية قالت لنا بأنها تمكنت من الوصول إلى بلدة دير لقصون لكنها لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة المستهدفة. قد يكون هنالك عدد من المصابين وجراحهم حرجة، لكن حتى هذه اللحظة
لا معلومات طبية مؤكدة تتعلق طبعا بتفاصيل ما الذي يحدث، كم عدد المصابين خلال هذه العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في بلدة دير نقصون إلى الشمال من مدينة طول كرم. إذن خالد بداري مراسل الغد من طول كرم، شكرا لك على كل هذه المعلومات.